السيدات والسادة الكرام، الآن دعونا نرحب بمعالي دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لإلقاء كلمة في هذا اليوم المميز، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة الحضور، اسمحوا لي طبعا في البداية إن أنا أعبر عن سعادتي بوجودي مع حضراتكم في هذا اليوم المميز لنشهد الإطلاق الرسمي لواحد من الصروح التعليمية في مصر، وهو جامعة السويدي التكنولوجية أو البوليتكنيك. والحقيقة أنا ما كنتش محضر كلمة إن أنا أقولها، ولكن يمكن وجدت إنها فرصة جيدة جدا إن إحنا يعني كدولة أولا يعني كل الدعم للقطاع الخاص لمساهمته الكبيرة اللي بتحصل في الاقتصاد المصري وفي كل أوجه الاقتصاد، في الصناعة وفي التعليم وفي الصحة وفي كل مجالات التنمية، لأن هو ده الدور الأساسي. وإحنا بنؤمن كحكومة وكدولة أن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في أي دولة، وعلى الأخص في مصر في هذه الظروف. الحقيقة يمكن يعني قطاع الصناعة بيشهد من الدولة دعم كبير جدا 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 في خلال هذه الفترة، ويمكن على المستوى الشخصي يعني ما بيمرش أسبوع غير لما بكون موجود في عدد كبير من المنشآت الصناعية التابعة للقطاع الخاص، علشان ندعم كل القطاع الخاص في دوره اللي بيقوده في تحقيق التنمية الصناعية في مصر. ودائما وأبدا يعني إذا كنا بنتكلم أن الصناعة عبارة عن منشآت، عبارة عن أجهزة، عبارة عن بنية أساسية، ولكن يبقى المكون الأساسي اللي يقود نجاح عملية الصناعة هو القوى البشرية اللي بتبقى موجودة. واللي احنا شفناه في كل تجارب العالم الناجحة ان النهضة الصناعية دايما بتبدأ بالاهتمام بالتعليم الفني والتعليم التكنولوجي. وعشان كده يعني كان دعمنا كدولة للقطاع الخاص ان هو يقود عملية تطوير التعليم الفني قبل الجامعي، وأيضا التعليم الجامعي في صورة الجامعات التكنولوجية. وده الحقيقة يمكن ظهر بصورة كبيرة جدا في خلال السنوات الماضية في أن احنا ندخل في شراكات مع القطاع الخاص في تأهيل ورفع أو إعادة تطوير العديد من المدارس الفنية، وأيضا أنه ينشئ مجموعة من المدارس الفنية الجديدة بالكامل، يعني سواء اللي احنا بنطلق عليه الجرين فيلد أو البراون فيلد. والحقيقة يعني كل التجارب اللي تمت أكدت لنا إن إحنا راهننا على النموذج الشراكة الناجح، لأن الحمد لله النهاردة كل المدارس الفنية اللي بيتم النهاردة يعني تشغيلها وإدارتها بقطاع خاص يعني النهاردة بقت نموذج نجاح ونقطة مضيئة جدا داخل الدولة المصرية. الأهم نتيجة لأن القطاع الخاص اللي بيديرها هو قطاع صناعي، فبالتالي هو بيؤهل العمالة اللي بيحتاجها قطاع الصناعة المتخصص، وبالتالي الولاد بيخرجوا من المدارس دي على طول على فرص العمل. نظرا لطبيعة المجتمع المصري، ودائما بيبقى هناك رغبة في إكمال التعليم ما بعد مستوى المدارس، كانت فكرة إنشاء الجامعات التكنولوجية. وبالتالي يمكن إحنا كدولة شجعنا هذا النموذج، والنهاردة الحمد لله إحنا بنشهد واحدة من النماذج اللي نأمل إن شاء الله أنها تكون نموذج نجاح كبير، وهو موضوع الجامعة اللي إحنا موجودين فيها النهاردة. المستهدف من هذه الجامعة أن إحنا تصل إلى أكثر من 15,000 طالب، وده طبعا رقم يعني نقدر نقول عليه يعني طبعا جيد جدا، ولكن طبعا في خضم العدد الكبير لمصر بيبقى ما زال أن إحنا محتاجين عشرات الجامعات من هذا النموذج إن شاء الله يبقى موجود. إحنا بنؤمن كدولة إن هذا النموذج هو اللي بيقوم الحقيقة الصناعة في عدد كبير جدا، وشفنا نماذج كتيرة جدا ناجحة في دول متقدمة ودول تانية. لما بيبقى التركيز على هذه النوعية من الجامعات بتحصل الانطلاقة الكبيرة في قطاع الصناعة. يبقى الدور المهم جدا وهو دور تغيير ثقافة المجتمع عندنا. احنا لعقود طويلة جدا الاسر المصرية والشباب المصري كان بيؤمن فقط بالجامعات النمطية، كليات النمطية، حتى لو كانت اللي بيتخرج بعد كده من الجامعة وما بيبقاش بيجد فرص عمل. اعتقد النهاردة هذا النموذج نموذج مهم جدا، لانه بيدي المثل ان الولاد اللي النهاردة شفناهم ونماذج تفرح
وكلهم يعني خريجي مدارس، حتى منهم مدارس مدارس أجنبية، مقتنعين بهذا النموذج من التعليم. لأن النهاردة اللي احنا بنشوفه إن الولاد دول أول ما بيتخرجوا بيبقى لديهم أفاق لا محدودة في فرص العمل، وبيبقى الانطلاقة الكبيرة. أنا يعني في النهاية طبعا حابب إن أنا أوجه كل التحية والتقدير لهذه النوعية من الجامعات والمنشآت التعليمية المتميزة جدا. بشكر مجموعة السويدي على دورها الرائد في سواء المدارس الفنية أو الجامعات التكنولوجية، زيهم زي الحقيقة مجموعات من رجال الأعمال المصريين، يعني فعلا المخلصين لبلدهم اللي بيعملوا نفس النموذج في أماكن أخرى. ومرة أخرى أنا بأكد أن الدولة المصرية هتكون حريصة كل الحرص على دعم هذه النماذج بصورة كبيرة جدا، وإن شاء الله يعني نطور مجموعة من الحوافز الجديدة علشان نشجع هذا النوع من التعليم بإذن الله. لحضراتكم، ومرة أخرى بعبر عن شرفي أن أنا أكون موجود معاكم.